رقم اتنين بتسحب بتحسن رائحة الفم، بيبقى فيها حاجات بتحسن رائحة الفم. طبعا ده مش لكم، بس انا كان نفسي الناس كلها تستفاد، وبرده ان شاء الله لو احنا نقدر ننسق مع بعض هنجيب لكم معجون اسنان ومضمضه ونعمل يوم توعيه كامل. نعمل يوم عمل ان شاء الله باذن الله. طب انا كنت بعيدا بعد الطب عايزين حضرتك ايه رايك تفتح معانا في جامعه الملك؟ كليه اعلام لما فتحت في جامعه الملك دلوقتي كلنا انبسطنا، كلنا فرحنا. ليه؟ لان كليه الاعلام دي هي هتبقى نبراس الكليه، نبراس العمل الكليه للانشطه الكليه. انا اول ما قالوا لي في قناه هتتفتح انبسطت جدا، كليه اعلام ما لقيتش لسه فاتحه، طب انا هعملوا قناه؟ فبجد ربنا يوفقكم. رقم واحد انا مبسوط جدا ان القناه دي اتفتحت وهتبقى نبراس، يعني حاجه زي كده ممكن تنتشر في وسط مش جامعه بس. والله بنحاول على قناه هتنتشر في وسط المجتمع عموما. ودايما كليه اعلام وقناه جامعه جنوب الوادي ان شاء الله هتبقى زي ما قلنا نبراس، ووضح حاجات للناس مهمه جدا بغض النظر عن المجال الاعلامي، بس مجال برضه توعيه وتوعيه للناس، وان شاء الله بنوفق ووفقنا كلنا في خدمه المجتمع السعيد كله. وان شاء الله جامعه جنوب الوادي باذن الله تكون نبراس والمهد لكل الصعيد باذن الله. شكرا خالص يا دكتور، شكرا حضرتك جدا على المقابله المتميزه، وان شاء الله تكونوا استفدتوا والناس كلها تكون استفادت. طبعا الله يبارك فيك. شكرا جدا. وبكده مشاهدينا هتكون انتهت فقرتنا، لكن لسه ما انتهاش، فاصل نرجع لكم بعد الفاصل.